مرحبا، حي وحي مجاب، يا هلا ومسهلا. ابعدي يا ولد العمة ابعدي. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، حول حول. ابشر الضحايا العيد اللي لو يطلبه هو في لندن اللي يفوز بها تاصل شحن جوي لين لندن. بيض الله وجهك. على اعلى طراز ومن ذمتي بذمتهم كلها الضحايا. كم راس؟ 15 راس، ما هذا الا هذا. بكم؟ بالفلوس، لا تشد عنها يا ابو ربيع. كم انا بدفع الفلوس؟ على طول بكم الفلوس، لا تشيل همها. بس سوى مسابقه خلى المسابقين يفوزوا. خلنا على جوه. شوف الموضوع حقين الاستراحات هذول انا ما اتفاهم معهم نهائيا. مره لو تجيب لهم ما ادري. الرجال وصيته بضاحي وجاب لي الاضاحي. ويقول ما علمك بالسعر. انا وصيته بالاضاحي. ولد العمه. ولد العمه؟ اي. ولد العمه دوره في قطعه ترب. في شمشره عند مكتب عقار، في تعقيم معامله، انت تخلص من الواصل، تخلص من البعير يجيك ولد العم. يا ولد رجال عنيتك، وهذا ما يعرف الا الحلال. يا غازي يا حبيبي ولد. يا غازي شفت هذا؟ ايوه. يسرق زود الزيت اللي في الرنج. زود ما تاخذ منه الرايه. يا ولد يا ولد هذا او كان وين الله طرحني في الحراميه. كم السعر يا ولد؟ تعلم سوى المسابقه وخلى الباقي على الله. ولد شو عليك؟ كم الاسعار طيب؟ في هجر المتابعين ما نبي. ما حد نشدك على الاجر، فلوس كم؟ هذه ضحايا مسلمين. يا ولد ما فيها اسعار. الرجال يحسب انها دلاله ارض، هذه ضحيه. طرب قال السياح هذه ضحايا مسلمين ما نبغى اشك فيها ولا اني معلمك بسعرها. ولد لان انا اصلا بشارك حتى فجره. ايش خليك انت النصاب؟ الجمعيه الخيريه راح تبرع، ما حد قال لك تضحك على المسلمين تجيب ضحايا تدبل قيمه وتجيبها. انا ما والله ما اعرف الصدقه حتى كيف. هذه ما لها ضحايا. وقف وقف. الحين الاضاحي من وين جبتها؟ ليش؟ يا مارق انا بدفع الفلوس اقل من سعر السوق. من وين من وين اخذتها؟ من عند الواصل. الواصل من عند الواصل. يا غازي طاح المتعوب على الخاشه الرجال. نصابين نصاب نصاب يا غازي نصاب نصاب. يقول المتعوب على خايس الرجال. طاح المتعوش على خايب الرجال. والله نصابين يا غازي. انك بغيت ضحايا، ابوه عنده مزرعه، الرجال يدير، الرجال مخير، اما ترسل النصاب هذا ياخذ من عند الواصل، هذول نصابين. والله نصابين. ولد العمه. هذا ما يعرف اي عمل خيري. يا اخي هذا ما انت تعرف اي عمل خيري. انا متاكد من الشيء هذا، والله ما يعرف شيء. يعني الحاجات هذه انت يعني. العمل الخيري عندك في السمسره بس وكيف تاخذ. انا الحفراوي جاكم. تعال عن وجه الخير. إيش تعال تعال يا الحفراوي. تعال يا حفراوي. وجه الخير بس ما يعرف اسعاره. انا عادي ما اعرف يكون صار طيب بس ما يا حفراوي الرجال وصيته يجيب لي اضاحي للمتابعين. لا مارق ولد العمه. ايه وش رايك؟ مارق وش عرفه بالاضاحي؟ صار ينتزل في رصيبي عليك يا غازي. يا سلام يا غازي. شفت يا غازي الرجال ما يفهمون حطهم مسؤولين عن الدجاج اللي ينباع في ايه. والله الاضاحي ما غازي غازي اسمع انت كلامي على هذا. انا شد في عيال البلور شد في الغنم وعيالها. ما تدعين الدجاج مالك دخل بعيال الدجاج اللي وين؟ البصمه الزغلول. هذا اللي عريس ولكن في الاضاحي اول مره اول سنه يبيع لك اضاحي. يعني وش هذا مغري يدور من وراك ربح ولا شيء؟ العرب هذه ما تبيع عشان تبيع عليك انت بمنو؟ هذه ما تبيع. ترى انا ما تبيع غشاش. هذه ما تبيع. اول شيء احنا ما قلنا لنا سعرها لين الحين. إيه؟ وجايبينها ما تدري لو انها تبرع، ما تدري لو ان فيها جزء فلي. يا شيخ ربيع يا نصاب. ليش حكمتني هذه؟ والله انها يومين تفرفى سلطانه كلها وانا شايف. انت ما اخذت شيء اقص سيدي لما اخذت حق الديزل منه. خل ما انت رصاب يا اخي تضحك على من ويا انت تفضل يعني تفضل يعني هسه احنا تفضل بالله عليك يعني في حضر تجوال وتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف شخص غالي على قلبك مصاب بمرض التصلب اللويحي والعياذ بالله، مصاب بورم سرطاني، مصاب بعلاج عجزه، قد يكون الحل والشفاء بعد الله سببه انت. اسمعني.